وبالتالي بثينا حلقة عن هالجانب وأرسلنا رسائل إلى المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب لتبني إعادة ترميم وتأهيل كشك الشيخ مبارك. لله الحمد أثمرت هذه الجهود مؤخرا عن وضع هذا الكشك تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، والآن يتم ترميمه وسيتم إعادة افتتاح الكشك في العيد الوطني القادم. جميل. هذا جانب، فبالتالي احنا مهتمين في هالجانب، الا ان هناك إدارة اسمها إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نتمنى تحريك المياه الراكدة. نعم. نتمنى ويسمحون للكاميرا بالدخول، لأن دائما يقولون ممنوع. عفوا، في نقطة بس يريت يعني شيء يذكر. تفضلي. ذكرت إدارة المتاحف والآثار المجلس الوطني. نعم. وأنه يتبنى ترميم، للأسف بعض الأحيان ما يسمحون لنا الدخول التصوير. طيب شلون نعرف الأجيال في هذه الأماكن؟ وين في تصوير عشان نعرف؟ في البيوت القديمة، مثلا بيت البدر. نعم. كنا طالبين منهم أن احنا ندخل نصور، قالوا ممنوع الكاميرا كوزارة إعلام حق التلفزيون الأطفال. التلفزيون الأطفال قالوا ممنوع. طيب أنا شلون أعرف الأجيال هذه بالدريشة؟ الروشنة. الروشنة السدل. طبعا كل شيء، كل شيء موجود فيها. يقول طبعا هم يبون يحافظون على المكان، ولكن احنا نبي بعد كمان نوري الأطفال هذه المواقع شلون يعرفونها. ولازم تسمح مدارس زيارات، يعني أنا أقول رحلات للأطفال عشان يتعرفون، سواء سدو، سواء بيوت، سواء كلمات، سواء حتى الملافت. تعرف لما تقول سم، تقول سم الله عدوك، هالكلمات هذه العيال الصغار لازم يعرفونها. منهجية الكلام. اللهجة، صح؟ اللهجة. شخبار أستاذتنا ونمسي عليها بألف خير، الأستاذة الإعلامية ماما أنيسة. الله الله يمسيها بالخير. زينة وحلوة على فكرة. أستاذة بدور ما قاطك إلا بالخير، أنا نزلت وياها كنت ثالثة ابتدائي. وأنا نزلت وياها. وأنا نزلت وياها. كلها الكويت. ما أعرفك أنا. كلها الكويت نزلوا معاها بصراحة. حلو. ومن يعني اسمح لي باسم الجميع أوجه لها تهنئة وأقول لها عيدك مبارك وعساك من عوادة. يعني مخرجنا يقول أنا وياها بالروضة. أوكي، يعني شو أخبار برنامجها الآن الأستاذة؟ برنامجها موجود وتطلع تصور في رياض الأطفال، يقدمون أغانيهم واحتفالاتهم بحسب المناسبة. بس نتمنى يعني يفترض أن لها دور أيضا في العيد، يعني لها نكهة ماما أنيسة. دائما دائما هي لها تصور برنامج الصبح، يحطون لها برنامج بالعيد. نبي نرجع حق القصايد الغزلية شوية. أبشر قصايد. قبل أدخل بالغزل، أنا يعني مثل ما قالت أستاذة بدور، يمكن كل واحد يتحكى من منظوره أو من اختصاصه. أيضا أنا عندي فكرة حلوة، يعني تبني الشعراء في مثل هذه المناسبات، ليش ما تكون في جائزة، أيضا جائزة دولة، أن أجمل نص وطني في مثل هذه المناسبات؟ صحيح. ليش؟ يعني وتسجل هذه النصوص وتعرض في مثل هذه المناسبات. يعني صدقوني جماعة، العملية مثل ما قلت لكم ما هي عملية مادية، في ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس بحد ذاته يولد نوع من التنوع الجميل، سواء بالشعر، سواء بالفن، سواء بالمسلسلات والمسرحيات. أيضا يعني الشعر، ليش ما تكون في يتبنى المجلس الوطني؟ إحنا ما نبي نحمل كل يعني الأخطاء على المجلس الوطني، لكن كونه هو يعني قبة الرافد الإعلامي والثقافي في البلد، تكون هناك جائزة للشعر في مثل هذه المناسبة. أجمل نص وطني أو أجمل نص يكتب عن رمز البلاد مثلا، يكون في وفي تصفيات وفي وتعرض على الشاشات. ليش ما التجار يتبنون المواضيع؟ التجار يدعمون. ما هم عيال الوطن وأهل الوطن. أكيد طبعا. أنا راح أتناقش معك سالع بكيم عن هالموضوع، بس بعد ما نسمع. مصر على الغزل من اللي بس يحمر اليوم بتبيني أقول غزل. قلت لك قبل الحلقة لا تمسي طبعا أنا يمكن ماني حيل في الغزل، لكن يمكن هي محاولة من الموجود عندك اللي يحضرك، يعني مو شرط. أبشري. نص يعني يمكن جديد يعتبر، يقول بعد ما راح أطالع عشان بطالع سيدة عشان ما يقولون أحمر بعد ويطالع وغزل. أختي عزيزة خلاص ركبت الأحمر جيمس. الأحمر وشاعر جيمس ما يغرز مشكلة. لون الشاهد ما نستغنى عنه احنا، لون الاحمر. عشان كذي ما قاوم الشاهد. قال دليل عبد الكريم احمر يعبر. اقول شفتك ولا صدقت عيني وكذبت،
شفتك ولا صدقت عيني وكذبت، قلت القمر معقول يجلس مع الناس. شفتك ولا صدقت عيني وكذبت، قلت القمر معقول يجلس مع الناس. عدت النظر مرة ومرة وكررت، يمكن ألاقي بنظرتي صدق الإحساس، لكن غريبة شيء حيرني واحترت شلون فوق الأرض يمشي الألماس. شفتك ولا صدقت عيني وكذبت، قلت القمر معقول يجلس مع الناس. عدت النظر مرة ومرة وكررت، يمكن ألاقي بنظرتي صدق الإحساس، لكن غريبة شيء حيرني واحترت شلون فوق الأرض يمشي الألماس. متكبر مغرور لا ما تنازلت، نزلت بعض خشوم من عالي الساس. مفرط حسن طاغي حلا والاسم بنت من سبتك بن كل حسن صابها فلاس. متكبر مغرور لا ما تنازلت، نزلت بعض خشوم من عالي الساس. مفرط حسن طاغي حلا والاسم بنت من سبتك بن كل حسن صابها فلاس. في ذمتك بالله علمني من أنت حتى وصفك للناس يا ساحر الناس. في ذمتك بالله علمني من أنت حتى وصفك للناس يا ساحر الناس. حاولت إني وصفك، حاولت إني وصفك بس ما تمكنت، الوصف يبغى قياس وانت بلا قياس. حاولت إني وصفك بس ما تمكنت، الوصف يبغى قياس وانت بلا قياس. أحيانا أشوفك صعب ما تخيلك لنت، أحيانا أشوفك صعب ما تخيلك لنت، وأحيانا أشوفك سهل تمشي بالأنفاس. أحيانا أشوفك ليل وتخيلك نمت، وأحيانا أشوفك ضوء ما صابه نعاس. وأحيانا أشوفك طفل كراسته أنت، لا زعل هذا الطفل شقق الكراس. وأحيانا أقول أحيانا ترجع كما أنت. مفرط حسن طاغي حلا طاغي إحساس، تدري بلاش أوصف يا سيدي أنت، الوصف يبغى قياس وانت ولا قياس. صح لسانك. بس انا ما راح اوخر عن عبد الكريم، يعني الغسل مالي فيه ترى، بس لا رتعتي خالص. قصائدك دائما جميله ومعبره وصور عشق وصور يعني بلا شك انها تنم من قلب محب. طول عمرك. متى تجيك احلى لحظات تكتب فيها الشعر وتعيشها ولا ما تعيشها؟ والله يمكن لو اقول لك ما لها فترة معينة، لكن والله العظيم هذا الكلام يمكن يؤخذ علي أنه نوع من المجاملة أو نوع من المبالغة أو المزايدة، يعلم الله أني صادق. كل ما حسيت بحنيني للوطن وكل ما حبيت الوطن أحل الشعر، يعني مو بس القصيدة الوطنية. يعني هذه القصيدة أقسم بالله أنا يعني كنت برا الكويت وحنيت للوطن وتخيلت الوطن ان المعشوقه وانها المحبوبه. ترى مو شرط، يعني انا امس حواركم جميل بال بحلقتكم عيد سعيد، وامسي على ضيوفكم كلهم اللي كانوا موجودين. شدني يعني نقاشك مع الاستاذ الشاعر الجميل خالد المحسن، مسي عليه بالخير واقول لك العام انت بخير. ان هل الشاعر لازم يكون له محبوبه، لازم يكون له ملهمه عشان يكتب؟ نعم. الشاعر هو من يوجد محبوبته، هو من يوجد، لكن جميل انك توجد محبوبه غير قابله للفناء. اكيد طبعا. شلون؟ مهما تعلقت بجنس حواء ومهما مصير هالعلاقه هذه ممكن تستمر ممكن ما تستمر. صحيح. اذا اختفت الملهمه او المحبوبه اختفى الشعر؟ لا. لكن انا وجدت لنفسي فلسفه خاصه، معشوقتي صارت الكويت، محبوبتي صارت الكويت، هذه اللي ان شاء الله غير قابله للفناء وغير قابله للزوال باذن الله. يا سلام. هذه معشوقتنا كلنا. اي والله. فصارت هي محبوبتي وهي قصيدتي، وهي سواء بكتب غزل صارت الكويت قدامي، سواء بكتب وطن صارت، ابمدح شخص صار الكويت قدامي. يعني هي الملهمه اللي ان شاء الله دافع. لن تقيب ولن تزول باذن الله. اكيد باذن طبعاً. الله. وسكر علي باب، كنت ناوي اسال سؤال ثاني بس خلاص. بس الحب جميل يعني. موضوع الغزل عفوا والحب يعني حلو ايضا، يعني هناك طبعاً الوطن ما في اختلاف، الكل يحبه، ولكن الحب جميل لان انت في كل شيء تنطلق من الحب. عاد انت تعتبريه هروب دبلوماسي عشان ما يقول اللي عندك محبوبه ولا ما هذا السؤال المفروض تورطينا على الهواء استاذه بدور. لا تسلمين استاذه بدور وعبد الكريم، حقيقه قصيدتك معبره. ولكن اخواني اخواتي الحضور الكرام اعزائي المشاهدين، نطلع مع قصيده حق عبد الكريم ونرجع وياكم. الكريم الان تكريم الاعلامي
عبد الكريم العنزي سفير المعاقين. ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي يوم ربي بالإعاقة مبتلي؟ أدري أحيان واجد من وجودي تستحين. ما هو ذنبي يوم ربي بالإعاقة مبتلي؟ أدري أحيان واجد من وجودي تستحين. ناس واجد ناس تحلم، ناس تتمنى وتبي، وادري مثل الناس يمك انتي تحلمين. ناس واجد ناس تحلم، ناس تتمنى وتبي، وادري مثل الناس يمك انتي تحلمين. كان حلمك طفل ينده يمه، شوفي شوفي يمه، وجعت وانا اتحرك داخل احشاء الجنين، وانت حامل فيني يمه، الالم يغلب عليك، ولما يطري الحلم لحظه كنت يمه تفرحين. كان حلمك يمه طاير في فرح، جنة يقول باكر وليدي بيكبر انسى همي والونين، باكر وليدي بيكبر انسى همي والونين. كنت بلسانك تقولي راح يصير راح يصير، مرة ضابط لا مهندس، اثري كنتي تحلمين يمه كنتي تحلمين. انقطع حلمك يا يمه لحظة الام الولادة، لما قالوا لك معاق قمتي يمه تصرخين. ما تحلمك يا ندري ما تتحلم السنين، ما تحلمك يا ندري ما تتحلم السنين. مالي ذنبي موت حلمك وانتي اصلا تعرفين، أبسط حلم عندك انحرمت يقول يما يما يما. وادري الكلمة يا يما اش كثر كنتي تنطرين، حتى أبسط حلم عندك انحرمت يقول يما، وادري الكلمة يا يما اش كثر كنتي تنطرين. انحرمت ابسط حقوقي، لا ربع لا اصدقاء، عالمي كله اعاقه، عالمي كله ونين. الله اللي قدرني، الله اللي قدرني ابتلي بهذه الاعاقه بالصبر. يما الاجر عند رب العالمين، اصبري يما عشاني، اصبري يما عشاني، اصبري والله كريم، والله ان الموت ارحم قبل اشوفك تدمعين، قبل اشوفك تدمعين. وعهد يا يما قطعته لجلك اتحدى واصير بالاراده وربي لانجح، بس اشوفك تفرحين. عهد يا يما قطعته لجلك اتحدى واصير بالاراده ربي لانجح، بس اشوفك تفرحين. وعهدي يا يمه وفيته واسمي بالقمه يرفرف، ديرتي باسمي تفاخر وانت فيني تفخر.